التي تنطلق بختامية المرمومة التراثي لعام 2022، حيث تتواصل انطلاقات هذه الفترة الصباحية الخاصة بالحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ المنطلقة بأشواطها المتتالية والمتتابعة على بركة الله وتوفيق منه. أعلنت بداية شوط جديد هو السادس الخاص أيضا بالحول المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، مع أيضا فطاحلة التضمير الذين يتابعون هذه النوعيات في أحد ملتقيات هجن أصحاب السمو الشيوخ. ناتي مع بداية الشوط، نسير مع المقدمة وفي المركز الأول الشاهينية من هجن العاصفة التضمير مع قياد الهلالي، بينما مباشرة إلى المركز الثاني حيث تتواجد أيضا الشاهينية من هجن العاصفة التضمير مع قياد الهلالي ياتي في عملية التضمير، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. هي الوثبة تتواجد في المركز الثالث من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الرابع هي أيضا الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية تضميرها. المركز الخامس تتقدم فيه حمداد لسمو الشيخ راشد بن حمداد بن راشد آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرض الحميري يتولى عملية التضمير. والمركز السادس هي حملولة تتواجد بهذا الانطلاق من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية التضمير، بينما ننتقل إلى المركز السابع حيث تأتي أيضا هناك الديبة من هجن سيح السلم السيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية تضميرها. والمركز الثامن هي أيضا هنا تتواجد أيضا في هذا الانطلاق امسيلة من حقن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي يتولى عملية تضميرها. ننتقل إلى المركز التاسع، هذه تتواجد أيضا نوادر من حقن الشحانية محمد بن خالد العطية، وكذلك دخول على المركز العاشر من رهايف من حقن الشحانية أيضا بقيادة محمد بن خالد العطية. هذه العشر المراكز الأولى في انطلاقة هذا الشوط الذي يضم هذه الحولة المتنافسة في هذا الانطلاق بأعدادها الكبيرة وبشعاراتها المتميزة التي تحظى أيضا بقاعدة جماهيرية خلف هذه الشعارات من محبي الأصائل وملاكها، وهناك مضمريها الذين يأملون بأن يكون النصيب والناموس حليفا لهم في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى حقن العاصفة المسيطرة على الأول والثاني من خلال وجود الشاهينية والشاهينية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ثنائية عاصفية تأتي بمقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر قياد الهلالي من يعلن بانطلاقة هذه الأسماء مع المقدمة ومع المركز الأول والثاني. ما شاء الله، شوف المركز الثالث بدأ التقدم، بدأ الانطلاق وبدأ الإبداع بوجود الديبة من هجن سيح السلم السيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية تضميرها. كذلك تصل الوثبة، تتقدم الوثبة من الجانب الآخر متقدمة بشعار حقن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي بانطلاقة هذا الاسم، مع ايضا المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم في رهايف من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية ياتي في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق. حملولة تصل في المركز السادس تتواجد بهذا الانطلاق، ولكن ايضا هناك الدخول، هناك الانطلاق من حملولة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. وصلت نوادر من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، خذت المركز السابع. المركز الثامن تتقدم فيه الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. وصول خطير أيضا من الشاهينية في هذا الانطلاق لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يتولى عملية تضميرها، تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع بالمركز التاسع. المركز العاشر تدخلت العاصفة بهجنها بوجود الشاهينية مع المضمر قياد الهلالي الذي يعلن بانطلاق الثلاثة أسماء في دائرة العشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق والإبداع القوي. كذلك ثلاثة من هجن الرياسة، ثنتين من
من هجن الشحانية، واحدة من هجن سيح السلم، كذلك الأخرى تأتي بشعارها العناوي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي التي تختتم العشر المراكز المتقدمة. هذه هي الأسماء الأولى، هذه هي الانطلاقات التي تظهر بتبادل مستمر، إلا أن ثنائية العاصفة ما زالت مستمرة مع الثنتين، ثنائية عاصفية تقود الشوط منذ بدايته باسم الشاهينية والشاهينية مع قياد الهلالي الذي يعلن بانطلاقة هذه الأسماء مع المقدمة مع المركز الأول، المركز الثالث، وغيرت إلى الثاني، غيرت إلى الثاني في هذه اللحظات، هي الوثبة بشعارها هجن الرئاسة تتقدم مع أحد عمالقة التضمير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بوجود الوثبة على المركز الثاني. العنابي يصل بشعاره هجن الشحانية تتقدم هنا مشاهدين الأعزاء بوجود رهائب لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتقدم بهذا الانطلاق، وصلت أيضا، تقدمت أمجاد تدخلت إلى المراكز الأمامية. هذه هي أمجاد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم أمسري بن سالم بالعرطي تتقدم بهذه اللحظات، ولكن القادمة شوف الانطلاق، هذه هي هجن العاصفة تتواجد بهذا الإبداع لتاتي أيضا بدخولها المفاجي وهملولة من الجانب الآخر لهجن الرئاسة لتشكيل أيضا الخماسية القوية. وصلت أيضا، تقدمت الفاتنة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، يأتي أبو ناصر بقيادة ووجود الفاتنة المتقدمة ضمن المراكز الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. هنا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق. غيرت الفاتنة، غيرت، خذت المركز الأول في هذا الانطلاق لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، يأتي بعملية التضمير ليعلن بانطلاقة هذا الاسم، ليعلن بوجود هذا الاسم. تحركت الوثبة، تواجدت الوثبة في هذه اللحظات من هجن الرئاسة. التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم أيضا خلال هذا الانطلاق. العاصفة في المركز الثالث بوجود الشاهينية مع المضمر غياث الهلالي. هملولة في المركز الرابع تتقدم بشعار الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي، كذلك وصول خطير من الشاهينية لهجن العاصفة في المركز الخامس مع قياد الهلالي. الشاهينية لهجن الرئاسة تتواجد بهذه اللحظات، تتواجد الشاهينية بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم الشاهينية، كذلك العين تتواجد بهذا الانطلاق لسمو الشيخ ديان بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيلي، يأتي بوجود العين التي تعمل إلى المراكز المتقدمة لتمر إلى المركز الرابع، ولكن القادمة الشاهينية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيلي يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. خلاص بانت منصة المرموم في ختامها الكبير، بانت منصة المرموم بوجود يوم الكبار، يوم العمالقة. الله، العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، هي الفاتنة تتقدم، هي الفاتنة تقود الشوط بشعارها العناوي إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. الوثبة في المركز الثاني، تتقدم الوثبة لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم العملاق، كذلك وصول الشاهينية مع لوحة الكيلو 200، مع لوحة الكيلو 200، هذه الشاهينية بشعارها الملكي، شعار هجن العاصفة. قياد الهلالي يأتي بتحركات الشاهينية من مركز إلى مركز متقدم. وصلت الأسماء، تدخلت هجن الشحانية في الأمتار الأخيرة، دواليب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، لتتشكل أيضا لوحة قوية للقاية ما بين المؤسسات العظمى في عالم سباقات الهجن. هنا الرئاسة العاصفة، كذلك
شحانية ووصول أيضا الشعار العيناوي يا هي معركة العين قادمة العين قادمة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. معركة قوية دواليب دواليب على مقدمة هذا الشوط بالعنابي تسير بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. أيضا العاصفة تتحرك بوجود الشاهينية بخطر كبير لانتزاع الناموس في الأمتار الأخيرة مع أيضا وجود الشاهينية. قياد الهلالي يبدأ بتحرك وإطلاق الأوامر على الشاهينية ولكن دواليب بشعارها العنابي هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري تأتي على مقدمة هذا الشوط لتبدأ بالأمتار الأخيرة بانطلاق الدواليب. دواليب تأتي بالفوز والانتصار إلى الشحانية إلى الشحانية إلى ميدان التحدي تنتزع ناموس هذا الشوط من المرموم إلى الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية تهانينا والناموس للذهبي سالم بن فاران المري على فوز دواليب التي حضرت في الأمتار الأخيرة لتنتصر بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة مع محمد بن عتيق من زيتون. ثالثا الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة قياد الهلالي. رابعا الوثبة لهجن الرياسة مع العملاق. وخامسا كانت العين لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة عوض بن مبارك المهيري. هذه النتيجة هذه الأسماء المتقدمة دواليب بطلة هذا الشوط لتنتصر أيضا بالانطلاق المثير وبتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لأيضا هجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني هجن أيضا الرياسة ب 12 دقيقة 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. شهانينا وناموس أيضا لمحمد بن عتيق بن زيتون. ثالثا العاصفة حضرت بوصول الشاهينية مع قياد الهلال 12 دقيقة 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.